بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا مجلس مبارك إن شاء الله، يضم نخبة من الدعاة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعاة هم أحسن قولا، لأنهم يقولون ما يعلمونه من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس قولهم منهم هم، وإنما هم يبلغون قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وقول السلف الصالح، يبلغونه للناس ليسيروا على منهجه وعلى خطته، لا سيما وأنتم تعلمون أننا في زمن كثرت فيه الفتن وتيسرت أسبابها بهذه القنوات التي تبث ما عندها من السموم والشبهات. تحتاج منا ومنكم ومن كل من عنده علم أن يقاومها وأن يقف في وجهها. هي غزو فكري، وهو أشد من الغزو المسلح أو الغزو الذي يقصد شيئا دون ما يمس العقيدة والدين. فلا شك أن هذا الغزو غزو جبار، ويدعم أيضا من أعداء الله من الدول الكافرة، ويوجه، فهو بحاجة إلى من يقاومه بالعلم الصحيح من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السلاح الذي بأيدينا وأيديكم، نقاوم به هذه الأفكار وهذه التوجهات وهذه الشبهات، وهم إنما يغزون الناس بالشبهات. تحتاج هذه الشبهات إلى نقض وإلى بيان وإلى مقاومة، وهذا هو شأن الدعاة إلى الله المكلفين بمقاومة هذا التيار. وأنتم في مقدمة من يقف في وجه هذه التيارات الغازية. نرجو الله أن يمدكم بالعلم النافع وبالعمل الصالح وبالنية الخالصة لوجهه الكريم. كل مسلم عنده علم، عنده بصيرة، عليه واجب من قبل
ربه ومن قبل نبيه ومن قبل دولته. وإذا كان مكلفا بهذا العمل فإن المسؤولية تتعاظم في حقه وتتأكد في حقه. أنتم مسؤولون عن هذا المجتمع وما يوجه إليه من شبهات وضلالات وأفكار، أنتم مسؤولون عن هذا، أنتم جنود فوق جنود السلاح، وجنود سلاحكم الكتاب والسنة ورد الشبهات، فأنتم جنود كلفون، وأنتم إن شاء الله محل الثقة ومحل الكفاءة لمواجهة هذه التيارات وصدها عن المسلمين عموما وعن هذه البلاد، بلاد الحرمين خصوصا. علينا وعليكم واجب عظيم في هذا الشأن، ولكن مع تيسير الله يسهل كل صعب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اعتمدوا على الله سبحانه وتعالى، توكلوا عليه، احتسبوا الأجر من الله، وقوموا بمقاومة هذه التيارات الغازية، استعينوا بالله واصبروا، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة، معية الإعانة والتوفيق والتسديد من الله سبحانه وتعالى لمن قام لنصرة دينه وإعلاء كلمته ومقاومة أعدائه. وأنتم إن شاء الله في هذا الشأن محل الثقة ومحل السداد والتوفيق إن شاء الله، تبصرون المجتمع وتبينون لهم خطورة هذه التيارات الغازية، لا يفسحوا لها المجال في بيوتهم وفي مدارسهم وفي مجتمعاتهم، أن يسدوا عليها الطريق وأن يقاوموها ويردوا شبهاتها. المسألة الآن ليست غزو سلاح، وإنما هي غزو أفكار، غزو الأفكار أشد من غزو السلاح. ولو يقاوم هذا الغزو إلا أهل العلم والبصيرة والنية الصالحة، فالأمر جد خطير، والأمر جد مهم، وأنتم إن شاء الله ممن وضعت فيهم الثقة وهيئوا لمقاومة هذا الغزو الفكري، وعندكم الحمد لله العدد والعدة التي لا يقف أمامها أي معارض، لأن مددكم من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن منهج السلف الصالح،
وهم ليس عندهم إلا شبهات وخرافات وبدع ومحدثات لا تقوم أمام الحق إلا قام به أهله. كانت هذه البلاد كما حدثنا التاريخ كانت هذه البلاد مثل غيرها غزاها الفكر الضال، كان فيها دعاء لغير الله، فيها قبور تزار زيارة شركية، فيها آثار يقصدها الجهال، فيها أشجار وأحجار كما هي في البلاد الأخرى، وهذه أشد لأن هذه البلاد يغلب عليها الجهل لبعدها عن مصادر العلم، يغلب عليها البداوة، يغلب عليها بلاد النجد معروف، والدول لا تطمع فيها لأن ما ليس فيها شيء، فهي أشبه ما تكون بالبادية. كان عندهم السحر فاشي، عندهم عوائد الجاهلية والبداوة، يحكمون بأسلوب العرب، بأسلوب القبائل. في هذه البلاد فيها المزارات الشركية والقبور، وفيها الأشجار والأحجار التي يعتقد فيها، إلى أن جاء الله بالشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شخص واحد، فقام يدعو إلى الله ويكاتب الأمراء ويكاتب المسؤولين ويكتب الرسائل وتوضيح المشكلات والشبهات ويدرس الطلاب، وهيأ الله له من ينصره من آل سعود، وفقهم الله وأعانهم، فقامت الدعوة في هذه البلاد على يد الإمامين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمهم الله، تبايعوا على ذلك وقاموا به، فطهر الله هذه البلاد مما كان فيها من عوائد الجاهلية وعبادات الجاهلين في الحاضرة والبادية، والبادية أشد. الله جل وعلا يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فلما قام هذان الإمامان، هذا بالسلطة وهذا بالعلم، وصدق مع الله أعانهم الله، انتشرت هذه الدعوة في هذه البلاد وعمت وصدرت أيضا إلى الخارج، إلى الهند، إلى مصر، إلى تمددت، كان لها أثر طيب ولا يزال والحمد لله. الحمد لله نحن نعيش في نعمة، لكن يجب علينا أن نحافظ عليها لئلا تزول، أن نحافظ عليها وأن نصونها وأن نحذر من الغزو الفكري، الغزو الضال الذي تطور الآن وصارت له وسائل تبثه بين الناس، ويدخل في البيوت ويدخل في السيارات ويدخل في كل مكان، الخطر شديد الآن، ولكن هذا الخطر يضعف ويزول أمام الحق الذي بأيديكم.
لأنه حق لا يغلب. قال جل وعلا: وإن جندنا لهم الغالبون. فالحمد لله هذه البلاد تطهرت من ما كان فيها مما هو منتشر في عموم البلاد من خرافات ومن بدع ومن شركيات، تطهرت من هذا وصارت قوة في العالم الإسلامي. كل ذلك من الله جل وعلا، ثم من هذه الدعوة المباركة القائمة على الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح. تحتاج منا إلى محافظة عليها، نحافظ عليها، نحن ورثناها وخلفنا من سبقنا، فيجب أن نهتم بهذا الأمر. جاء دورنا الآن ونحن مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى، فجاء دورنا، يجب علينا أن نستعد للقيام بهذه المهمة كما قام بها من سبقنا من آبائنا وأجدادنا وعلمائنا وولاة أمرنا، أن نقوم بها وأن نبلغها لمن بعدنا، وأن ندرس أولادنا على ضوئها وعلى منهجها، حتى تبقى تستمر. كان علماؤنا وكان آباؤنا وأجدادنا يتوارثونها ويحافظون عليها، جاء دورنا الآن نحافظ عليها، ندرسها لأولادنا، ننشرها في بيوتنا وفي مجتمعنا وفي مدارسنا وفي مساجدنا، ننشر هذه الدعوة ونحافظ عليها، هذا هو واجبنا لئلا تضيع هذه الدعوة. قال تعالى: وإن تتولوا استبدل قوما غيرهم ثم لا يكونوا أمثالكم. دين الله منصور ولا يضيع، لأن الله حمام. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن نحن الذين نضيع. إذا ضيعنا هذا النور وهذا الحق فإننا نضيع، ويرحل من عندنا هذا الخير إلى غيره، فيجب أن نحافظ عليه وأن نتمسك به وأن نحمد الله عليه ونشكره إن هدانا إليه، وصل إلينا نقيا. فعلينا أن نحافظ عليه وأن نبلغه لمن بعدنا، أن ندرسه لأولادنا وبناتنا، وأن نتذاكره في مجالسنا حتى يبقى ويستمر بإذن الله. فعلينا جميعا أن نقوم بهذا الواجب على المطلوب، أمانة حملنا الله إياه، هذه أمانة. ليست الأمانة مقصورة على الودائع والأموال، لا، الدين أعظم الأمانات. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة أمانة التكاليف والأوامر والنواهي، أمانة هذا الدين هو أمانة حملنا الله إياها، يجب علينا وجاء دورنا أن نحافظ على هذه المسؤولية، وأن نقوم بها وأن نبلغها لمن بعدنا حتى تبقى وتستمر بإذن الله. هذا ما أحببت أن تكلم عنه بهذه الكلمات اليسيرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى
أن يوفقنا ويثبتنا على الحق وأن يعيننا وأن يهدينا الصراط المستقيم وأن يحفظ هذا الدين في بلادنا، أن يثبته في بلادنا وينشره في بلاد المسلمين عامة وفي العالم كله، لأنه دين الجميع، ما هو دين لنا طائفة معينة، لا، هذا دين الجميع، بني آدم كله، فعلينا أن نحافظ عليه وأن نتعلمه وأن نبلغه بغيرنا وأن نهتم بأولادنا وننشئهم عليه ونبينه لهم حتى يقوموا من بعدنا بهذا الواجب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا خير الجزاء، وأسأل الله عز وجل أن يعلم أجره ويكتب خطاه وأن يجعلنا وإياه من أهل الخير ومن أهل جنته سبحانه وتعالى. كلمات نيران أسأل الله أن ينفعنا بها وأن ينفعه بها وأن يرفع قدره في الدنيا والآخرة، وكذلك أنتم إخوتي الدعاة. إذا كان هناك سؤال لسماحة شيخنا فوالله هذه فرصة لكم في دينكم تسألون، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. إذا كان هناك سؤال مختصر من بعض الأخوة، فضل الشيخ خذ الميكروفون. الله يعافيك، عرف بنفسك. الله يعافيك للشيخ السائل على البلاش. خذ يا شيخ، انت مكانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. ابنكم باسل بن مضحي لنزل عبود دعوة بالدمام. حياك الله شيخ، أحسن الله إليك. ما هو موقف الداعية من انتشار المنكرات العامة بين الناس كحفلات الغناء وغيرها، وكيف الطريقة الشرعية التي ينكر بها هذه المنكرات العامة، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين. الطريقة النصيحة، أن تناصح من يقبل النصيحة من وقع فيها في هذه المنكرات، أن تنصحه تبين له، لأنه ربما يكون جاهلا لا يدري، رأى الناس يقولون شيئا ويفعلون شيئا ففعل مثله، فأنت تبين له، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النحل. ومع هذا تبلغ لك الأمور، تبلغ الهيئات، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تبلغ المسؤولين عما يحصل، تبين لهم ذلك. هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. شيخنا ابنكم فيصل جابر، مركز الدعوة بالرياض، أحسن الله إليكم. الوسائل الإنترنت المختلفة التي تسمى وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها مما هو في الإنترنت، تتابع الناس عليه حتى في بلادنا هذه، فتبلغ المشاهدات والمتابعات هذه كانت في السابق بالمئات ثم الألوف ثم عشرات الألوف، وبعض الذين ليس عندهم شيء ينفع، بل بعضهم عندهم ما يضر الناس في دينهم، وصلت المتابعات له والمشاهدات إلى الملايين. أحسن الله إليكم، هل ترون للداعية أنه يدخل في هذه الوسائل ويبلغ الناس
ويعلمهم التوحيد وما يهمهم من أمور دينهم ويرد الشبه، أم أنكم تنصحون الداعية باجتناب ذلك؟ عليه أن يستغل هذه الوسائل، أن يبلغ الخير من خلالها ولا يتركها للمفسدين، عليه أن يستغلها، وأنتم أولى بها منه، وسائل التبليغ ووسائل أنتم أولى بها منه. وإذا كنتم لا تستطيعون الحصول عليها ونزعها من أيديهم فأنتم أنشئوا وسائل من أموالكم ومن أموال المحسنين، أنشئوا وسائل تقاوم هذه الأفكار وهذه الأباطيل، تنشر الخير وتقاوم الشر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. محبكم محمد بن سليمان البريني، مدير مكتب الدعوة بحورة سليل. معالي الشيخ، نشهد الله على حبكم بالله، نسأل الله عز وجل ما يعرف جنات النعيم. لا يخفى على معاليكم أن في هذه الدولة بحمد الله عز وجل بنعمة عظيمة بسبب التمسك بالعقيدة السلفية الصحيحة. لكن ما يؤسف له معالي الشيخ أن هناك دعوات وافدة زاحمت الدعوة السلفية الصحيحة. وقد وأيضا ما يؤسف له أن بعض شبابنا وربما بعض الدعاة قد ينتسبون ويدافعون وينافعون عن هذه الدعوة. سبب ذلك مع الشيخ كما لا يخفى على شيء منكم أن أصبح فيه تصنيفات وأصبح فيه ضعف في الدعوة لله عز وجل، ونبرح حتى بين الدعاة أنفسهم بسبب الانتماد لهذه الدعوة. هل من كلمة لنا جميعا أن نتمسك بهذه الدعوة السلفية الصحيحة؟ وسبب أيضا ذلك معالي الشيخ أن أهل الشر استغلوا هذه النظرة بين الدعاة وهذا بسبب هذه التصنيفات والجماعات والأحزاب الوافدة. أسأل الله عز وجل أن يستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. قال الله تعالى: ومن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالحمد لله بأيدينا علم وبأيدينا وسائل، علينا أن نستغلها وأن نقاوم هذه الأفكار وهذه الشبهات بمثل وسائلهم التي معهم. نحن بأيدينا وسائل أو أكثر مما معهم، وولاة الأمور وفقهم الله يؤيدوننا ويفرحون بذلك، فعلينا أن نرد هذه الأفكار وهذه الشبهات ونقاومها حتى لا يكون لها مجال بيننا وبين بيوتنا. كل بحسبه، كل باستطاعته، والذي لا يستطيع يبلغ من يستطيع، الذي لا يستطيع مقاومتها أو الرد عليها يبلغ من يستطيعون، وهكذا تعاون على البر والتقوى. الحق لا ينتصر بنفسه، وإنما ينتصر بالقائمين به، القائمين به ينتصر بهم. فإذا لم نقم بهذا الحق فإن الباطل سيغمر المجتمع، ولا يرده إلا المقاومة الصحيحة بالعلم النابع والعمل. هم ليس معهم إلا شبهات، ليس معهم إلا أباطيل، وأنتم معكم القرآن والسنة وأقوال أهل العلم وهي الحق، ومعهم الباطل. والله جل وعلا يقول: بل نقلب بالحق على الباطل فيدمره.
يقول سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. معكم كتاب الله سنة رسول الله، معكم كلام أهل العلم والأئمة، قوموا بهذا، معكم السلاح الذي لا يغلب، السلاح معكم فقوموا به، ولا يقوم في وجهه شيء بإذن الله. نعم. لا أحسن الله إليكم شيخنا، مع قلة اسم الكريم، نعم عرفتنا طيب أخوكم حسن مجالي شيخنا أحسن الله إليكم، إذا نقص تعليم التوحيد في المساجد في الكلمات أو على المنابر في الجمع وبدأ يزداد الجهل بمعنى التوحيد مع وجود الغزو الثقافي فيما يمس التوحيد، فهل فشو الجهل وتقصير أهل العلم وطلبة العلم في تعليم التوحيد أضر وأخطر على المجتمع وعلى أمن المجتمع، أم أن ظهور المنكرات في المجتمع وانتشارها وزيادتها هو أخطر وأضر بالمجتمع وعلى أمن المجتمع؟ لا شك أن الأساس والأصل هو التوحيد، فلا بد أن نهتم بالتوحيد وبإقامته وبيانه، تدريسه في المساجد في المدارس في المحاضرات في الندوات، لا بد، التوحيد هو الأساس، كل الذنوب تهون أمام الإخلال بالتوحيد، تحتل التوحيد ما بقي شيء، التوحيد هو الأساس، يجب أن نهتم به وأن نبلغه وأن خطيب الجمعة يبينه، الإمام المسجد يبينه، المدرس يبينه، صاحب البيت يبينه لأولاده ولمن تحت يده، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، فلا بد من هذا، أن نهتم بهذا الأمر وأن نتوارثه ونبلغه لأولادنا لجيراننا لمن حولنا لأهل بلدنا، بل نبلغه للعالم مع القدرة، نبلغه للعالم كله، والوسائل الحمد لله بأيدينا. نعم. منصور الزهراني داعي من مكة في محافظة الجمهور، حسن الله إليكم شيخنا سلمكم وعافاكم وطال في عمركم على طاعة وخير، البدعة سلمك الله ولا يخلع على شريك علمكم أنها من أشر ما يكون لالتباسها حق بباطل، وهذا الذي استطاعت به الجماعات الوافدة إلى هذه البلاد أن تستميل قلوب الناس إليها، لذلك بيظهر شيء من الحق ولذلك يدافع بعض الناس عنها، فمس بي إلى التحذير من هذه الجماعات التي اختطفت الشباب وفرقت المجتمع. هل ترون سلمكم الله تقصير في معنى البدعة ابتداء وخطرها وضررها، وهل هناك مانع من التصريح باسم بعض هذه الجماعات؟ النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها
والعقد عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. البدع تأتي بعد الشرك، شرها وبيل وخطير، إذا تركت فإنها تسري بالمجتمع وتغلب على السنة، فلا تترك البدع. نقول هذه سهلة، هذه لا، ما نتركها ولو كانت بدعة صغيرة تكبر، فلا نتهاون بالبدع أبدا، نحذر من البدع ونمنعها ما استطعنا، فإذا لم نستطع منعها بلغنا من يستطيع أن يمنعها، ولا نتهاون ولا نيأس ولا نخلد إلى الكسب أو نلقي بالمسؤولية على غيرنا، كل بحسب ما يستطيع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أبد ما نقر هذه الأمور، بل نقاومها بما نستطيع، إذا لم نستطع بلغنا من يستطيع، وبهذا يقضى على هذه البدع ولا يكون لها رواج، إنما تروج إذا ضعفنا أمامها وتكاسلنا وتخاذلنا وألقينا بالمسؤولية على غيرنا، تنمو هذه البدع. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. سماحة شيخنا بارك الله فيكم، الحقيقة عندي سؤالين حفظك الله. الأول هو أن الداعية أحيانا يضطر إلى جواب الناس على أسئلتهم بما يعرفه من أهل العلم. في هذه الفترة الأخيرة استجدت أمور لا تخفى على سماحتكم، وفتحت بعض الأمور، فأحيانا يحتار الداعية كيف يجيب الناس على أسئلتهم حول هذه الأمور والفتن التي فتحت، فنريد من سماحتكم توجيها للدعاة عاما في طريقة الإجابة وإفتاء الناس حينما يضطر إلى ذلك، لا سيما في القضايا الأخيرة التي فتحت أو استحدثت. الأمر الثاني أسعدكم الله، أن الدعوة حينما تكون وظيفة حكومية يصبح العمل فيها له اعتبارات معينة وطرق إدارية معينة، تجعل أحيانا من بعض الدعاة فتور، لديهم بعض الفتور وعدم القيام بالعمل الكامل المطلوب منهم، فضلا عن الاحتساب بما يزيد عن ما يطلب منهم. فتوجيهكم للدعاة أيضا في احتساب الأجر في هذه المسألة وتكثيف العمل الدعوي حفظكم الله. هذا الحديث يضمن لكم الطريق الصحيح، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا لأهل السلطة اللي معهم سلطة، فإن لم يستطع فبلسانه، يعني يشرح للناس ويبين لهم ويوضح لهم هذه الشرور وهذه ويحذرهم منها. إذا كان ما عنده استطاعة بلسانه، ما عنده علم، ولا يبلغ أهل العلم ويبلغ أهل السلطة، ولا أحد يمنع ما يبلغ. وإذا لم يستطع ولا عنده قدرة بلسانه، فإنه يعتزل مكان الفتن ومكان الشرور ولا يجلس فيها، ما يجلس فيها، ينتقل له. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا تخالطهم، بعض الناس يقول أنا من في المقابل ويجلس مع المنكرات ومع ما أنكر، لو أنت من في المقابل ما جلست مع هذا، فانتقل إلى مكان آخر.
يسجل معك مسجل أنا. علينا أن نفهم هذه الأمور على وجهها. نعم.